هاد الساعه ما عندي شيء وما غنقدش نهضر على سمو، لان الله غنبركو دابا وغنبركو مع المسؤولين ونشوفوا اش يمكن على حسب الامكانيات اللي عند المسؤولين وعلى حسب لي بوست لي فاكونسي دير خاوين، باش يمكن اختك عاد تلقى اللعاب فينا هو، واخا يكون عندك ان بوست فاكون واش كاين هذا اللعاب ولا لا، اولا كاع لا كاين واش الفريق ديالو يبغي يطلقوا. هادو كلهم عوامل اللي كتصعب شويه الانتقالات وتعزيز الفروق. كنظن هذا الفريق هذا هو العام الثاني ديال 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 شباب محمديه في القسم الوطني الاول من بعد ما غاب مده طويله. كنظن ان الهدف هو يكون مع السته الاولين ديال في سبور الترتيب. كنظن حنا غاديين في اتجاه، رغم اننا ضيعنا بعض المقابلات اللي مشاو لنا، كان على الاقل الان تكون عندنا واحد 24 نقطه ولا 26. شكرا.